خليني اسالك فكره ضغط الماتشات كنا بنتكلم عليه، كنت حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي، كنا بنتكلم عليه انا ونيرفانا كمان النهارده في الانترو بتاع الحلقه. فكره ضغط المباريات كبير جدا الحقيقه علينا، فشايف ازاي ممكن مستر فريرا يعني يحل الازمه ديت، ازمه ضغط هو المباريات؟ عايز اقول ان الراجل بروفيشنال ومعاه جهاز قوي وتخطيط الاحمال بيتم بصوره كويسه عشان ما يحصلش اصابات، ما يحصلش اصابات عضليه. احنا بنشوف ان الزمالك من ضمن الفرق اللي ما بيحصلش فيها اصابات عضليه كتير، ده عشان تقنين الاحمال ده، وده بيبقى مهم جدا في الكوره. وشفنا ده حتى مع ريال مدريد، ان المعد الراجل اللي شغال في البدني في ريال مدريد فرق مع ريال مدريد. ليه؟ لان العامل البدني زي ما احنا ذكرنا من منذ قليل ان ليه تاثير قوي جدا في الملعب. ليه؟ في حاجه اسمها تحمل الاداء. تحمل الاداء معناه استطاعه اللاعب القيام باداء المهاره اول مباراه زي اخر مباراه. لكن انا لو عندي تحمل الاداء ضعيف هاجي في الاخر ماتش، بنلاقي بعض اللعيبه تلاقي مثلا بيشوط، بتلاقيه بيشوط في السماء، بيبص بشكل سيء. ليه؟ لانه قدره العضله ما عندوش القدره ان يقدر يوجه نفس المهاره بنفس الاداء الحركي ليه زي ما بدا اول مباراه. فالراجل بيشتغل بشكل كويس في على الناحيه البدنيه، بيحاول يعمل روتيشن على قد ما يستطيع وعلى قدر ظروف المباراه. كويس قوي كمان ان انت تعرف تعمل الروتيشن امتى وتعرف تنزل مين امتى، غير ان تحليل اداء المنافسين بيبتدي هو يشتغل على نقط الضعف والقوه للمنافسين، مين الانسب للمباراه دي ومين الانسب للمباراه دي. لكن في بصراحه بعض العناصر عندنا بيبقى هي المشكله، يعني لعيب زي زيزو، لعيب زي طارق حامد، بعض اللعيبه المؤثره انت عايزهم تشارك بشكل على طول دائم، فغيابهم بيأثر على الفريق. وفي نفس الوقت انت بتبقى عايز تعمل لهم استشفاء كويس وعايز تريحهم، فهم دول العناصر بيبقى عليهم ضغط كويس. فانا عشان كده دايما بشوف ان انت اول ما بيتاح لك في مباراه التقدم بنتيجه مريحه ابتدي خرجهم عشان يبتدي ما يبقاش عنصر الاجهاد ليهم بشكل مستمر، ويبتدي دول لانهم بيمثلوا حجر الزاويه في نادي الزمالك. لعيبه بالذات زي زيزو، زي طارق حامد، زي امام عاشور، هم من اهم لعيبه وركائز اساسيه في نادي الزمالك دلوقتي.